السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي في السنة الأولى متوسط ولا حتى أولياء التلاميذ لهم يشاهدوا فينا. معكم كالعادة الأستاذة ياسمين، ويلا هنشوفوا الآن ولا اليوم إن شاء الله ملخص اللغة الإنجليزية للفصل الأول اللي إن شاء الله راح يتحلكم في الفرد. إذا يلا أبنائي، قلنا دوما قبل ما نحل الفرد لازم عليا نراجع، وباش نراجع طبعا بالملخصات. إن شاء الله راح نشوفوا الملخص اليوم. إذا عندي الوحدة اللي راح نقراها me and my family. اوكي، اذا انا وعائلتي. كيفاش ولا واش لازم عليا نعرفو؟ دوما كيما كالعاده باللغه الانجليزيه ونترجمو الى اللغه العربيه ونقول لكم واش يطيح لكم. اذا ما يجب على التلميذ معرفته في هذه الوحده، تاع الوحده قلنا انا وعائلتي. يلا name my family relatives، معناتها لهنا ويقول لي اسمي اقاربي في العائله. إذا نبدأ بنفسي، I am كذا وكذا، أنا معناتها أنا الاسم تاعي، مثلا I am Sarah و my father my mother. إن شاء الله حنشوفوا كيفاش يتكتبوا. إذا أول شيء لازم التلميذ يولي يعرف كيفاش يسمي نفسه ولا الفاميلي تاعو، members of family معناتها أفراد العائلة. يلا introduce members of family، معناتها أعرف أو أقدم بأفراد العائلة. معناتها my dad is an engineer، معناتها أبي مهندس. my mom is a doctor، أمي وشنو طبيبة، إلى غير ذلك. معناتها كل فرد من العائلة وش يدير في حياته. name different jobs، معناتها نتعلم وشنو هما الجوبز اللي هما المهن الخدمة. اوكي، قلنا انجينير، دكتور، تيتشر، اتسيتيرا، معناتها عندي الكثير من الاعمال لازم عليا نعرفهم باش نعرف نعبر بها. يلا express my likes، معناتها نعبر عن الحاجات اللي نحبها. مثلا اعبر عن ماذا احب، نحب هذا I like pizza I love watch TV، معناتها نحب نشوف تلفزيون، نقول like نفس الشيء. يلا give information and answer to questions about me, my age, class, country, my likes. معناتها لهنا في ان شاء الله كيما درنا في الفرد تماما، كي نقرا النص تاعي يعطوني اسئله عن ماذا، يعطوني اسئله عن هذاك الانسان مثلا واسمه، الايج تاعو اللي هو السن تاعو، مثلا كلاس ولا كونتري اذا كنا نتحدثوا على البلد اللي ساكن فيه، وماذا يحب. اوكي، هذو سواء يعطيهم لي انا نجبدهم النص ولا يقول لي اكتب تعبير كتابي على نفسك، تهضر فيه على النفس تاعك، مثلا الاسم، السن، وين البلد اللي فيه، وش تحب، الى غير ذلك. الاب تاعك واسمه، الاب تاعك واسمه، وش يعمل، الام نفس الشيء، الى غير ذلك اللي درناه في القناه تاعنا. give information about my family، معناتها كذلك نقدم معلومات حول العائله كما قلت لكم، السن تاع الاب تاعي وماذا يعمل، السن تاع الام تاعي وماذا تعمل، كذلك الاخت، الاخ، كل واحد واش عنده في العائله. يلا الان لازم نعرف كيفاش نكتب family members، معناتها افراد العائله كيفاش نكتبهم. اذا يلا نبداو بالجده، نبداو يعني من الكبير ونهبطوا. الجده نعيط لها grandmother، معناتها الجده. grandfather اللي هو الجد، إذا grand معناتها كبير، mother أم كبيرة اللي هي الجدة، grandfather معناتها father هو الأب، كبير اللي هو الجد. أوكي، إذا نحفظوها كيفاش تكتب. mother اللي هي الأم، father اللي هو الأب، هذا اللي نغلطوا ما بيناتهم ولا نخلطوا نقلبوهم. sister اللي هي الأخت، me أنا اللي هي النفس تاعي نعرفها، brother اللي هو الأخ. اوكي، هادو هما اللي نحتاج اني نتكلم عليهم في الوضعيه الادماجيه تاعي. اما بالنسبه للبقيه مليح انكم تعرفوها. اذا العم ولا الخال نعيطوا له انكل، العمه ولا الخاله نعيط لها انت. عندي ابن العم او ابن الخاله، ابن العمه كازن. الابن كي واحد يكون عنده ابنه يعيط له صن، ابنه الدوتر اللي هي الابنه، زوجة وايف أو الزوج نعيطوا له husband. أوكي، إذا هادو ملح لينا باش نولو نعرفو النص تاعي على واش يهضر. إذا ننتقل للدرس اللي بعده اللي هو الضمائر الشخصية اللي نتعلموها personal pronouns، معناتها الضمائر الشخصية. كما اللغة الفرنسية عندنا لي برونون بيرسونيل، في اللغة العربية نعيطلو ضمائر المتكلم، الغائب، الغائب، وعندنا المتكلم، وعندنا المخاطب. إذا في اللغة الفرنسية هي عفوا في اللغة الإنجليزية هي السهلة. إذا عندي مفرد سينجولي وعندنا بلوريال اللي هو الجمع. اوكي، اذا عندي في المفرد، لكن حنا لازم في زوج نحفظوهم. اي معناتها انا، شي معناتها هي هو، وي نحن، ذي معناتها هما هم وهن. اوكي، تستعملوها كاع. اما ات ابنائي، ات تستعمل للشيء او الحيوان، جامي يستعمل ات للانسان، سواء كي نكون نهضر على حاجه التيبل نقولها ات، واذا مثلا كات نقول له ات، لانه ات في اللغه الانجليزيه استخدموها غير للحيوان ولا الشيء. اوكي، اذا يلا نعاودوا نحفظوهم ومن بعد نكملوا في الاخير. اي، شي، هي، ات، وي، ذي. يقول لي استاذه وين نسيتي اليو؟ اذا اليو حذاري في اللغه الانجليزيه، يو عليهم كاع. اذا انت، انت، وانتما، انتم، انتن. معناتها يو كي نقول اليو ماشي معناتها واحد برك، نقدر نقول واحد ولا وحده، لكن مام يو معناتها الجمع. اوكي، يقدر يكون مثنى معناتها زوج، ولا جمع مذكر سالم، جمع مؤنث، ما يهمنيش. اوكي، اذا نعاودو نحفظوهم. اي، شي، هي، ات، وي، ذي، يو. اوكي، ما نزيدوش نغلطو فيهم. ناخدو تطبيق تاسك باش نشوفو كيفاش نحطوهم هاد الضمائر. يلا، علي is a good man. علي هو رجل صالح. اوكي، اذا لاحظوا علي نديرلو is. اوكي، اذا علي هو، اذا واش نديرلو؟ he is a good man. اوكي، اذا هو مذكر، نحط له هو تاع المذكر. يلا يسطروا لي، يقولوا لي مثلا كيما اللغه الفرنسيه كيما كنتو في الابتدائي يسطروا لنا على محمد ويقول لنا هل نديروا في بلاصتو ايل ولا ال؟ تقولوا لي طبعا ايل. يلا كيتي is a cat. يلا ويقول لي كات، كات واش قلنا؟ واش نعطوها؟ نعطوها ات. اوكي، مش جامي نقولوا كيتي وتروحوا ديروا لي شي، لا لا، مادام حيوان ديروا ات. my name is Karim. My name is Karim. واش نقول؟ I am Karim. معناتها اسمي، إذا راني نهضر على روحي، أنا كريم. Ali and Karim are boys. معناتها علي وكريم هم أولاد. إذا علي وكريم كيفاش نقولهم باللغة الإنجليزية؟ They are boys. هم أولاد. أوكي، يلا ولا نقدر نقول Ali and I are friends. نكملوا هذه الاخيره. I and I معناتها علي وانا. كيفاش نقول نحن في اللغه الانجليزيه؟ نقول وي، وي ار فريندز، معناتها نحن اصدقاء. اذا يلا اللي بعدو ابنائي نشوفوا possessive adjectives، معناتها صفات الملكيه، ناخذوها على شكل تطبيق. اذا يلا نشوفوا I like ويخلوا لي بلاصه mother. كيفاش نقول امي؟ معناتها امي ديالي، اذا نقول my. ماي معناتها ملكي، إذا جي مع آي. I like my mother. أنا أحب أمي. She is my sister. Her name is Amal. يعني كيفاش نقول اسمها؟ كيفاش يعود الضمير الملكية عليها؟ اسمها، هذيك الها في اللغة العربية نقول her. Her name is Amal. إذا تذكروا she تمشي معها ضمير الملكية her. What is your name؟ ما هو اسمك؟ My name is أحمد. إذا your معناتها الاسم تاعك يعود عليك، إلا نسقسي فيه في السؤال. I have a dog. Its name is Fox. إذا لهنا لدي وشنو؟ كلب، اسمه its name هو Fox. ودوما أبنائي قلنا it للشيء والحيوان. يلا they are brothers. هم إخوة. their father is Karim. معناتها أبوهم هو كريم. إذا they تمشي مع their. their father is Karim. أوكي، their و they يتشابوا أصلا في الكلمة، معناتها في الحروف. we like cats. our cat is cute. لهنا ويقول لي نحن نحب القطط. our معناتها نحن. أوكي، إذا تمشي معها our ديالنا، ملكنا، القطة التي نمتلكها، كذلك لطيفة. يلا هو يقول لي لهنا اللي بعده إيمان has a dog. إيمان عندها كلب، يعني إيمان اللي هي she، إذا مؤنثة. her dog is friendly. الكلب اللي تمتلكه الخاص بها فريندلي معناتها يتصادق تمتم. اذا لاحظوا شي نتبع معاها هير. اوكي شوفوا شي نتبع معاها هير. احمد is my father. احمد اللي هو الاب تاعي. احمد معناتها هي. واش نقول his job is a teacher. مفهوم ولا ما يهمش الجاب تاعو. لاحظوا ابنائي ونعاودوا مع بعض باش نحفظوها. اذا ضمير الملكيه تاع انا اي هو ماي. شي ضمير تاعو هير. your لي يو معنتاني نهضر معاك انت. your مع يو يمشي. it's it. they their. we our. خلاص هذه شفناها. وبالنسبه لهي اللي هو المذكر his. اوكي هذه ما نسوهاش. اذا ملاحظه تقول قبل حل التمرين نبحث اولا عن الضمير اللي عندي ومن بعد نحط الضمير تاع الملكيه ولا صفه الملكيه. اذا قبل نشوف الضمير باش نحط تاع الملكيه هادو. اوكي اذا يلا نروح للدرس اللي بعده. عندي cardinal numbers و ordinal numbers. اذا يلا cardinal numbers معناتها الاعداد عاديه كيما نكتبها ونحفظها ونعرفها كيما 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 حتى واش انا حافظين. لكن كي يقول لي ordinal number معناتها numbers معناتها أعداد تاع الترتيبية. راح نكلاسي. كيفاش نقول الأول؟ نقول the first الأول. كيفاش نقول الثاني؟ the second. the third the fourth the five the sixth the seventh the eighth the nine. معناتها الأول الثاني الثالث الرابع الخامس. تلاحظوا شوفوا first تتبدل كاع. كانت عندي 1 first تتبدل كاع معناتها الأول. 2 اللي هي اثنين ولات second. the second هو ثاني كذلك تبدلت. لكن تلاحظوا باللي من 3 حتى 9 ما تبدلش الا third نكتب تي اش ونزيد لها اي ار دي. اما بالنسبه للاخرين شوفوا نروح نحط لهم تي اش تي اش تي اش تي اش كيما راهم. اوكي لكن كي نحب نكتبها هذه بالحروف كي نحب نكتبها بالارقام شوفوا first كيفاش نكتبوا 1 ونزيد له اس تي هاد الزوج حروف الاخرين. second كي تلقاو 2 وقدامها فوقها اندي عرفوا باللي معناتها second. اوكي ثيرد نفس الشيء 3 وندير اندي. اما بالنسبه للرابع الخامس الى غير ذلك ما عليا الا نكتب الارقام ونكتب فوقها تي اش. اوكي هذه بالنسبه للفرق ما بين ordinal numbers و cardinal numbers. إذا أبنائي بناتي هذه كانت بالنسبة إلى مراجعة اللغة الإنجليزية تحضير إن شاء الله الفرد الفصل الأول للسنة الأولى متوسط. إذا اللي عنده أي سؤال ولا تمرين ولا استفسار يخلوه لي في التعليقات نجاوب عليه في أقرب وقت ممكن. وكما نقول لكم كالعادة بالتوفيق إن شاء الله.